السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، كيف حالكم شباب؟ إن شاء الله بصحة وسلامة. حلقة جديدة من فوازير الموسم الثالث اللي بنهاية السي سي بلاي، وزي ما شفتوا في الحلقات الماضية الناس اللي تسنعوا بالجوائز الفخمة. كالعادة أذكركم حسابي تحت في الوصف والتطبيق السي سي بلاي تحت في الوصف، اللي وده يشارك ترى أنا ننزل دائما البوستات حقت الضيوف هناك للجوائز القيمة. لا تنسى تشارك تخش في فرصة إنك تفوز بلاي ستيشن 5 4000 ريال او ايفون 13. وبرضو اذا ودك تشحن كوينز متجر كوينز العرب وكود بي 22 وبالعافيه عليك. ويلا نبدا الحلقه الدسمه، منورين الضيوف بندر انت وابو عابد. ابو عابد يعني ان شاء الله هذه الحلقه ما فيها رشاوي وهذا الكلام. رمضان كريم. هذا اعتراف من بندر انه الماضي كان في رشاوي. لا انت منزل في تويتر كتويت انه تعطي ابو عمر دفه، شو نسوي؟ عبد احنا في الشهر الكريم لو سمحت انا لا تقعد تخش في ذمتي. وانا انا ما اقول شيء، انا يا شباب بسوي اشاره واحده بس لكم بالمقطع كذا بقول. شوف هاي بعد كل صار بدون بعد اي شيء بقول. يا طيب الاليه تعرفوها؟ هنسال سؤال. لا والله نسيت، ذكرنا. ابشر هنسال سؤال. شوف كيف ابشر من عيوني هذه قبل هذه. إيه هنسال قبل اسئله. ابشر مو بالحين بس يلا حسال سؤال، اللي جاوب اسرع حيزيد 500 ريال، اذا اثنين ما قدروا يجاوبوا صاحب السؤال حيفوز بجائزه. هنسال اول شيء اسئله تويتر، بعدين حنختم بسؤال او اسئله من اس تي سي، والفايز حيفوز من دوامه اس تي سي. جاهزين؟ طبعا طبعا. لا لا برد، خل بقفل المكيف دقيقه بردان. بعدين يقول ليش تظلموني. لا 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 والله برد يا اخي. يلا بسم الله. بعد ما نخلص الاسئله حنخش على اللعبه اللي السنه هذه حتكون في لعبتين، حيكون بينها الدوامه لانكم اشتكيتوا كثير. اسم حيوان جماد نبات مدري ايش ومدري ايش. في لعبه ثانيه اللي حتكون هي ووردل، تعرفوها ولا لا؟ اوه اعرفها. انا ما لعبتها دي ابد، اشوف الناس يلعبون بس ما لعبتها بس اعرفها. سهله وبسيطه ووردل. بكل بساطه عندك 6 محاولات تحاول تجيب الكلمه، لكن كيف نلعبها؟ انا حاعطيك الكلمه وانت تحاول تجيبها في موقع. خليني اسوي ما ادري تشرح لي وقتها، انا ترى ما اعرف اللعبه اصلا كلها. ابشر ابشر سهله سهله. يلا بسم الله. بسم الله. كل بندر يفوز. انا ما قلت شيء. نقص. لا امزح امزح والله روح لشينا. يلا بسم الله. السؤال الاول كالتالي، الحلزون قد ايش ممكن يقدر ينام؟ معروفه شو اسمه؟ 3 ايام. 8 ساعات. تبغوا خيارات؟ ايوه اي عطوا. طيب انت قلت 8 ساعات وانت قلت 3 كم؟ ايام. 3 ايام. طيب الخيارات كالتالي، سنة ولد. ايوه. سنتين. ايوه. 3 سنين. 3 سنين. اوه ماي جاد. سنة. جواب صحيح ابو عابد. 3 سنين. يا اخي ايش لنا؟ يا ساتر يا ساتر. هذا ايش يضيع عليه هذا اذا نام؟ طبعا هذا اكثر شيء، اقصى حد ممكن يقدر ينامه يعني 3 سنوات. 3 سنين. ايه ما شاء الله. الله يرزقنا. الله يرزقنا النوم وزينه والله. 500 ريال كذا عند ابو عابد، الف مبروك. هارد لك حبيبنا ريان. تستاهل تستاهل ابو عابد. ونروح على السؤال اللي بعده. ايزي، السؤال معروف اصلا. 3 سنوات يا شباب. 3 ساعات قبل شويه. 3 ساعات. السؤال اللي بعده، وفي خيارات من صاحب السؤال يعني غالبا ممكن يخسر. صوت الرصاص، طبعا اللي حيقول الاجابه ترى اول هو اللي حيفوز. عندكم اجابه واحده. اطيط انين ازيز. عطيط اط اط. ابو عابد عندك اجابه ثانيه غيره؟ عندي والله ما ادري وش هي. ازير مزير. اطيط ازيز انين. اطيط واضحه بس بندر قال اطيط. اي انا هو قال اطيط. طب وش وش عيد مره ثانيه؟ اطيط ازيز انين. واضح. عزيز 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 صح. جواب صحيح. واضحه يا رجال واضحه. جاد كان ابغى اغير انا الخيار الثالث اللي برضو غلط. 1000 ريال عند ابو عابد. الف مبروك ابو عابد. بدينا بالاسئله السهله اللي فيها خيارات وزي كذا. هذه سهله ذي. خلينا نخش شويه على الصعب. كيف؟ عزيز اطيط اطيط ابيط. السؤال اللي بعده، السؤال هذا كان موجود في حلقه فوازير السنه الماضيه في حلقه بندر عصير طماط. فوازير هذه سباق الحروف في حلقه بندر والمكسيكي وبراء. ناسي يا ولد. فخلينا نختبر كذا ذاكره بندر شويه. صدقني يا ابو عابد ما بيجيبها. متى يحتفل الروس بثوره اكتوبر؟ مو في اكتوبر. عارف ما في خيارات عشان ودنا الفوز مجمعين شويه. اتوقع يناير. وانت تقول ابو عابد بعد اكتوبر. وش الشهر اللي بعد اكتوبر؟ نوفمبر. نوفمبر. يلا نوفمبر روح. والله ابو عابد مشعل يا ناس. والله صح صح ابو عابد. والله صادق. والله صح. بالله بالله ليش اخترت نوفمبر؟ ابو شوف في تفكير. لانه هو قال مو باكتوبر. وضح لي متى يحتفلون؟ يقعدون سنه اللي بعده على طول الشهر اللي بعده.
تفهم هي بنهايه اكتوبر صح وراء الصلاه هذه فيه والله مخ والله يا ما في 1500 والله 1500 ما عليك ما عليك عشان ما يقول ظلمني وما ادري ايش بعدين تقدم عليه قدم الغشيم والهقو شوف الريمونتاد الريمونتاد الحين شوف ما في ولا متابع كذا فاز السؤال اللي بعده ايش هي اكبر دوله عربيه انا اعطيك تلميح في افريقيا قالها هو لا الجزائر بندر اخر مره اخر محاوله عندك محاوله برضه ثانيه بباب اصبر اصبر يا اخي اسمها مو عربي صح لا عربي طيب تونس هي اكبر دوله عربيه ترى بس انا قاعد لمحت انها في افريقيا ايوه تونس غلط كذا بندر برا الصومال جاب خاطئ واول فايز معانا نواف يستاهل الجائزه ونسحب له اول جائزه والدوله هي السودان اول فايز معانا بسم الله 500 الف كوينز واذا ودك تبدلها بستور والف مبروك عليك مبروك والله السؤال هذا عجبني صراحه واستغربت منه خلقه الله من الشيطان وهو حيوان يعني هو حيوان الوزغ والله ممكن اجابه يعني الصراحه منطقيه بس انا اقول الافعى اقول لكم غلط دقيقه طيب خيارات دقيقه اعطي خيارات بعطي خيارات شوف خيارات بس خليني انا اجاوب اول واحد ليه يا اخي انا صفر طيب بعطي اربع خيارات كل واحد له اجابه واحده وعادي تختاروا نفس الشيء تزيدوا مع بعض لو جبتوها حلوين اوكي يلا طيب الحمار القرد الفيل الجمل الاول واحد حمار. ايش اول واحد انا قلت الحمار قلت اول واحد عادي قلنا انا قلت اول يمديكم السؤال ذا يمديكم تزيدوا مع بعض اوكي بس ما في احد منكم حيزيد الف مبروك ريان الجمل اوه ماي جاد الجمل اول مره اسمعها حتى انا والله شلون معليش المعلومه اكيد اي والله توي شيكت مخلوق من الشيطان اي كيف مخلوق من الشيطان والله معلومه جديده علي وجديده عليكم والقم انتوا اثنينكم ونسحب جائزه طيب في دليل عليها شيء صدق والله والله يعني بس نستفيد ايش خلينا نشوف صلوا في مرابض الغنم ولا تصلوا في أعطاني الإبل فإنها خلقت من الشياطين بسم الله ألف مبروك ريان ألف مبروك 20 ستور ونروح على السؤال اللي بعده السؤال اللي بعده اسم إذا أخذنا منه حرفين صار حرف الياء أوه ماي جاد مان يحيى اسم إذا أخذ يا وحائي اسم اذا اخذنا منه حرفين صار حرف الياء علي لا صح والله صح والله صح غصب شوفوا الجواب صح يعني بس هو قصده صح ياء صح هذا قصده صح اي بس انا بس نسيت الاسم بندر 500 انت قلت حرف الياء طيب بندر 500 واذا جبت الصح زيد 500 ثانيه اوه ابو عابد برضو جيب الصح وزيد 500 عشان نعرف نعطي جائزه ولا لا اسم بنت هذا التلميح الوحيد اللي يعطيه لمياء صح والله انه في والله في بالي بس ما قلته دقيقه يا شيخ ندخل ببالك المره الثانيه نقرا افكارك لا لانك شلت الميم والياء اللي في النص كان مخي انعطط بس يلا كذا 2000 ابو عابد مبروك 500 بندر علي صح صراحه شيل العين واللام يبقى الياء السؤال اللي بعده من عادل بما انكم جيمرز وحركات وبركات وكلكم قنوات منوعه بندر بفوز ما هي اللعبه الاكثر مشاهده على تويتش في عام 2021 2021 ليج اوف ليجند لا لا انا اقول اصبر انا اقول ايش تبغى اقول لك ايش انا اقول ايه ماينكرافت في خيارات ترى يقول مو بيوتيوب في خيارات يا جعصين انت وياه طيب يلا يلا قول لي يلا معناه غلط شكله يلا ليج اوف ليجندز جي تي اي فورتنايت لا مو فورتنايت مو فورت جي تي اي يا جد بس اقول جي تي اي لا دقيقه برجع ليج اوف ليجندز طيب انا اقول والله ليج اوف ليجندز خلاص انا اقول جي تي اي جوابات نهائيه اي جواب صحيح الف مبروك زاد 500 مين بدل انت فورتنايت 2021 ايوه ما في فورتنايت اصلا في 2012 ايش فيه كذا الف يا رب انك غلطان والله قدام 2021 ما هي اللعبه الاكثر مشاهده على تويتش في عام 2021 نروح على السؤال اللي بعده من اسامه يطلع من بطن امه ويحك ظهر ابوه ويموت فما هو هو يموت ايه
يطلع من بطن امه، يطلع من بطن امه يحك ظهر ابوه بعدين يموت. ترى تعب مجازي ترى اكيد يعني اكيد مجازي اكيد مجازي. يطلع من ظهر امه بطن امه بطن امه يطلع من بطن امه ولد يحك ابوه الله يرحمه. بس خل بفكر تكفى والله شكله شيء كذا مجازي. نستخدمه نادرا ال هذا حق المقص حق الاسنان يطلع من فين حق والله انت ما يطلع من العلبه ايوه قولك انكسر مات. صراحه تراك ما انت بعيد يعني والله حق الاسنان لا بس يعني نفس كذا نفس الشيء نفس الحجم نفس الفرشه المعجون خلاص ابو عبد ما طلع ولا جاء الاسنان ولا الفرشه ايش خيارات يا ابو عبد بيبان في الخيارات معجون والله صعب اجيب معجون الاسنان ولا الفرشه يستاهل خلاص اسامه يعني اصبر ما فيه بدون خيارات لا ما يمديني اعطيك خيارات بتعرف على طول اصبر خلي ادور جواب انا قربت اقرب شيء يمكن كان اول شيء المنديل وش فين قديم المنديل المنديل هذا انت ترمي بزباله يموت لما اقول يحك في ظهر ابوه ترى مو احنا نحكه يعني احش الكهرباء يعني ما نحكه فينا مو كذا ما نحكه فينا يعني مو شيء احنا نحكه فينا احنا صعب زياده ذلك خلاص نحكه فينا يستاهل اسامه لو عرفت الجواب يستاهل يعني. يستاهل بس عطنا الجواب وشو عود الكبريت اوه ماي جاد والله صح والله قريب انا نفس الشيء نفس الحجم بس شيله من الحجم بدنا ترى والله صحيحه اي لا مو صحيح 250 يبقى واحده 100 دولار الله يلا يلا 50 اوه 100 الف مبروك 100 دولار السؤال يقول لك ما هو الشيء الذي يوجد بين الشرق والغرب والتراب والقبر والقط والفار والجلد والشعر؟ و حرف الواو يس انا جالس ادور في الحروف وربي الشرق الغرب ايش انا يوم قال و قلت بس هذه 2500 والله ابو عبد مشعل اليوم اخي ايش ذا والله سرعه الاستجابه عاليه خوفك نايم اليوم كويس خوفك خبص فاخر اللعبه يقدر يصيح علينا السؤال اللي بعده جيت في مجالكم سؤال كروي من فاز من فاز بكأس العالم 1994 برازي صح قول والله قول والله صح قول والله يقطع بالصدفه يا شيخ اوه ماي جاد ربي ربي الله يقدر من ورانا يا اخي شوف انا يعني الصراحه الفتره الاخيره عندي عطنا 5 لاعبين بالبرازيل روبرتو روكارت اعطيك 500 زياده لو اعطيته فين راح فين راح اصبر روبرتو كارلوس روبرتو كارلوس اوكي ايوه بيليه ايوه مارادونا لا 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 الله يقطع اصبر كمان غلطه وخلاص والله غلطه واحده وخلاص طيب اصبر رونالدينهو ثلاثة صح رونالدينهو ابراهيموفيتش اصبر باقي لي اثنين سهله يا مارسيلو صح والله وش ذي الشطحه اوه ماي جاد اصبر واحد لو جبته غلط خلاص اهم لاعب اوه ماي جاد اهم لاعب نسيته لا تقول لي ابغى امح لك شوف صاير يا الله 2000 عند بندر و 2500 عند ابو عابد نايس يلا يلا السؤال اللي بعده من حبيبنا موها بما اننا في رمضان الكريم كم مره ذكر شهر رمضان في القران الكريم في خيارات اذا ما ودكم تجاز ثلاث مرات في اربع خيارات 1 2 5 3 5 3 الف مبروك يا موها نسحب لك جائزه مره واحده كم مره مره ايوه الف مبروك 50 دولار نايس مبروك السؤال اللي بعده نرجع لمجالكم ما هي اللعبة التي حصلت على أفضل لعبة عام 2013؟ جي تي اي لا ردد 2 لا ردد 2 كانت في 2013 أصلا طيب آخر أوفروتش كل واحد له ثلاثة مرات بندر بقي لك مرة يا أخي أسمع أوفروتش 2013 إيه بندر بقي له خيار وعبد عندك ثلاث خيارات أنا قلت رأي أوفروتش قال أوفروتش أوفروتش غلط اللي بعده ايه خلاص انت قلت خياراتك يا بندر لا باقي واحد باقي لي انا واحد انت باقي لك خيارك دارك سول 1 غلط هذا قال لي حنك قال لي حنكه كل واحد باقي له خيار طيب خلنا ادور لعبه كذا
وش اللعب اللي كان كل الناس يلعبونها؟ هاي معليش انا لما قلت لك الخيار الثاني ايش قلت لك؟ نسيت. قلت لك ريد ديد 2 قصدي 1. طيب هذا برضو غلط يعني بس ما حاسب بس باقيين محاوله. كان في القطة يعني مني. افضل لعبه 2013 هي كول اوف ديوتي. لا عاد مستحيل. غلط وباقي خيار واحد عند بندر. بندر وصل 10 يا الغالي. لا 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 ردد وجراند دور لك لعبه كنا كلنا نلعبها ذاك الوقت. ما كنا كنا نلعبها ذاك الوقت بس مو اونلاين يعني. ايه تلميح مو اونلاين يقول لك. يلا اقولها طيب. شو اسمه واضح. طب هقول تلميح واللي جاوب اول فيكم يفوز. اوكي يلا. اللعبه لها اصدارين والاصدار الثاني فاز بلعبه السنه برضو. قلت فور فيها اربعه. اوري. لا خلاص كذا الف مبروك والله محمد. اوكي. اصدارين وكلها لعبه السنه. كلها لعبه السنه. لعبه السنه الثانيه فازت في 2000 امس جت السؤال 2020 اتوقع. لاست اوف اس. اوكي. الحين لاست اوف اس فازت بافضل لعبه. لاست اوف اس ما فازت يا غالي. الا والله شيء الثاني ما فازت. ثاني جيم اوف ذا يير 2020 اهي لاست اوف اس 2 من جد. اللي يختارون دول الاختيارات غلط. اختيارات ايش هذا مو اختيارات جوجل ذا. اي ادري اللي مطلعين الجائزه اقصد. اوكي صح هم غلط احنا صح مش خسرين مع حق الجائزه. هديه يا بندر انت بحنا نعطي هديه لمين؟ تقصد الف مبروك 250 الف كوينز من متجر كوينز العرب. ونروح على اسئله اس تي سي يا يوتيوبريه انتو. واحد عنده 11 مليون واحد عنده 2 مليون. متى تم انشاء اليوتيوب؟ 2006 قبل شوي 2004. كلها غلط. اعطي خيارات. كلها غلط. كلها اصبر كلها غلط. ايوه اذا كلها غلط 2005 وصل توكلنا على الله. الف مبروك 500 ريال حبيبي. صح الله يسعدك. 2005 اقطع ابو القهر. انا عارف اني قبل. كم بندر؟ ها كم بندر؟ 2500 كلنا الحين متعدل. متعدلين. اي صح. اي 2500 تعادل تعادل. شفت شلون انا يعني جيتك امانه. السؤال اللي بعده من سعيد. نوع من انواع الطيور يتكون من حرفين. بط. اوه اي اخي السؤال ما كمل ما يحسب. قال طيور حرفين بط. وش باقي يا اخي؟ يطير ما يطير يبغى يكمل السؤال. والله الجواب بط والله. الحمد لله انا يا جماعه. ايش ذا الجواب بط. السؤال كان اذا قلبت السؤال. الكلمه تصير اسم مهنه. طيب واضحه. والله سعيد سؤالك كان شكله شباب. والله يا شباب هذا ثالث سؤال اجاوبه بالصفر. هذا ثالث سؤال. هذا ثالث سؤال تفضل بعمر. هذا ثالث سؤال. والله يا سعيد سؤالك من بعيد كان شكله حلو بس لما عرفت انه في ما في غير بط طير باثنين يعني. سؤال اللي بعده. هناك بعض الاشهر فيها 31 يوم بعض الاشهر فيها 30 يوم كم عدد الاشهر اللي فيها 28 يوم؟ فبراير. فبراير 28 كل الاشهر. كل الاشهر كل الاشهر صحيح. الله ظلم. اسكت. ايش ذا 3500 سؤالي اسئله مخاطره. 3500 ايه بندر لا يمشي هذا في الاخير. ما في يدفع 3500 ريال انا. ايش ذا سؤال اللي بعده. ما ابغى منك ولا ريال. خلصت اسئله اس تي سي. توقع بالجوال. شوف الجواب. توقع بالجواب بيألف له واحدة. هذا جاي من اس تي سي. سوي سكرين شوت انا. ايوه في خمسة. ايه يا شيخ موجود. سؤال اللي بعده من حبيبنا فهد. ما هي الدولة التي يدفع فيها النساء المهر للرجال؟ ولا حد لا تقول هناك يدفعون المهر الحريم. ايه مسافر ولا ايش معود؟ طيب سؤال من حبيبنا الراشد. ما هو لون دم الاخطبوط؟ بنفسجي. اسود. اسود. الف مبروك راشد اخيرا يا شيخ يستاهل. لون دم الاخطبوط ازرق. تذكرت بس دقيقه. بنفسجي يا اخي. اذا هو تعبان يصير بنفسجي ترى. اذا هو تعبان يطلع بنفسجي. كلر بلو. حتى جوجل اكد المعلومه ويستاهل الف مبروك. وخلينا نشوف جائزته الفخمه. يعني الاخطبوط دمه ازرق هلالي. انت راوي يقول طيب السماجة. لا لا انت راوي. ونسحب جائزة اس تي سي بلاي. بسم الله. بلاي ستيشن. بلاي ستيشن. بلاي ستيشن. ارخص شيء. ايفون.
4000 ريال يمدي يشتري بلاي ستيشن، يمدي يشتري ايفون. صادق، الف مبروك عليك يا وحش. تستاهل تستاهل تستاهل. الحين وقت اللعبه، في 3500 ريال على المحك عند ابو عابد، وفي 2500 على المحك عند بندر. ترى انا ما اعرف للعبه، اشرحوها لي عشان اجاوب. الشرح هو انك اول كلمه هتكتبها عشوائيه، بعدين حتبان الحروف معك. اذا اصفر يعني الحرف صح بس مكانه غلط، اذا اخضر يعني الحرف صح ومكانه صح، اذا اسود يعني الحرف هذا خطا. طيب يلا نبدا. يلا نبدأ. واحد اثنين ثلاثة دوسوا. اللي هيجيبها اول. ها برتقالي ايش بالله معلمني؟ مكانه غلط بس هو صح. أوه. الحرف. اوكي. واو والله في تنافس، كلكم جبتوا حرفين من اول كلمه. لا انا غبي والله اني غبي. دقيقه انا مخي وقف على الكلمه. انا نفس الشيء. ما هي قال نوت فاوند ايش معناها؟ يعني الكلمه ما هي حقيقيه، واصلا انت حطيت الاي في نفس مكانها ثاني. اه لا او ماي جاد يا الغباء. اوكي حلو 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 حلو. اوه اوه ماي جاد. اوكي هي لازم خمس حروف؟ ايه ابو عابد مره قريب من الفوز. ماي جاد قاعد يجرب كل حروف. والله لانه ايوه خلصت. الف مبروك. الحمد لله 3500 ريال. ايش الكلمه ابو عابد؟ وقف يا رجال. ايش قصدك؟ تعال تعال مخي وقف انا. الكلمه حقتي. اوه ماي جاد هيري. فين بندر؟ بندر جرب. ما في مخ شيء يخصك. ايوه شيء سريع. بطن واضح. سريع يا الغالي. لا ولا صح. اصبر سريع. خل رجع لك الكاميرا. تبي الكاميرا صح؟ ما فاستر. ايه هنا ايش هو الشيء السريع؟ اوه وش اوه ماي جاد ذا فلاش. هم عاد المبروك. مره فكرت فيها. كم الحين انا كم؟ معليش ايش 3500 الحين؟ 3500 ايه شيء يعني قريب. أيه. من المتابع حتى يعني. الف مبروك. الف مبروك. الله يبارك فيك والله استمتعنا. ايه خلاص صراحه المره هذه فيها ابو عابد تستاهل والله. في يعني الحمد لله يعني الوضع تستاهل بالعكس. ما في كذا تستاهل. ما في الله يسلم. استاهل صح يا بندر؟ رمضان كريم. غصب عليك يا بندر اسكت. القم في رمضان ولا كلمه من لسنه متحمل وساكت ولا كلمه سنه كامله وانا متحمل بعد عصير الطماطم. يا القهر. تدري انه كان في سؤال مش ما جبته والله. كان في سؤال في طماطم سحبت عليه صراحه. يعطيكم العافيه. حلقه جدا ممتعه. طلعوا بفائزين كثير. الف مبروك ابو عابد. هارد لك بندر. ايش كان اسمه حق ستي سي؟ الف مبروك راشد. هارد لك كل الخسرانين. يعطيكم العافيه وان شاء الله نشوفكم في الحلقات الجايه وان شاء الله تكونوا استمتعتم. مع السلامه.